بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وبه نستعين. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطان النصيرة. مرحبا بكم أعزائي الطلاب وعزيزاتي الطالبات في الوحدة التدريبية الرابعة، وهي كفاية الاتصال الكتابي. سنتعرف بمشيئة الله في هذه الوحدة على الوصف الأدبي، وسوف نتطرق إلى وصف المشاهد والشخصيات والأحداث وكتابة المذكرات وأيضا كتابة القصة. اليوم بإذن الله تعالى سوف نأخذ الوصف الأدبي، وسوف نبدأ بوصف المشاهد. أهداف درسنا بإذن الله تعالى ستكون كالتالي: تحديد العناصر الرئيسة في وصف المشاهد، التمييز بين طرق الوصف الأدبي، وصف المشاهد وصفاً أدبياً جميلاً يجسد جوانبه الحسية والوجدانية. الوصف الأدبي، ينقسم الوصف الأدبي كما أسلفنا في بداية هذه الحصة إلى وصف المشاهد ووصف الشخصيات ووصف الحوادث. اليوم بإذن الله سوف نبدأ بوصف المشاهد. في توقعاتكم ماذا يتناول وصف المشاهد؟ طبعا نجد بأن وصف المشاهد يتناول التصوير الحسي للمرئيات والمسموعات والمشمومات والملموسات والمذاقات. إذن هو يعتمد على الحواس الخمسة، لذلك سمي وصفا حسيا. أيضا يشتمل وصف المشاهد على نفسية الكاتب وخياله، ونفسية الكاتب تجاه الشيء الذي يصفه، وخياله الذي يطلق عنانه في الشيء الذي هو في حيال وصفه. سننتقل الآن إلى طرق ترتيب الوصف. لترتيب الوصف عدة طرق، منها من العام إلى الخاص، وهو وصف الموصوف بشكل عام ثم نقوم بوصف أجزائه. مثلاً لو قلت لكم صفوا لي الطائرة، سنقوم بوصف شكل الطائرة من العام إلى الخاص. أولاً سوف نبدأ بوصف شكلها الخارجي وجناح الطائرة وعجلاتها ولونها وشكلها وطرازها وما إلى ذلك، ثم نبدأ بالتفصيل وهو الدخول إلى مقصورة الطائرة، ومن ثم وصف أجزائها جزءا جزءا. بعد ذلك سوف يكون ترتيب الوصف عكس الأول، وهو أحسنتم، عكس الأول سوف يكون من الخاص إلى العام، وهو أن نبدأ بوصف أجزاء الموصوف ثم نقوم بوصفه بشكل عام. يعني بالمثال السابق الذي تم شرحه وتوضيحه عن الطائرة، سوف نبتدئ به بالعكس، من أجزاء الطائرة، من مقصورة الطائرة وما يوجد في هذه المقصورة من مقاعد ومن خدمات وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك ننتهي بالشكل الخارجي لهذه الطائرة. أيضا من طرق ترتيب الوصف يكون حسب التسلسل المكاني، وكما أسلفنا قد يكون من الداخل إلى الخارج أو العكس، أو قد يكون من الأعلى إلى الأسفل أو العكس. مثلا لو طلبت منكم أن تقوموا بوصف الأبراج أو ناطحات السحاب، منكم من سيقوم بوصفها من الأعلى إلى الأسفل، ومنكم من سيقوم بوصفها بشكل معاكس. أيضا على حسب التسلسل المكاني قد يكون من القريب إلى البعيد أو العكس. مثلا عندما نقوم بوصف مدينة من المدن، يختلف، سوف تختلف حتما كتاباتكم. منكم من سوف يصف هذه المدينة بشكل قريب، ومنكم من سوف يقوم بوصفها بمنظرها العام أو بشكلها من بعيد. بعد ذلك ننتقل إلى حسب التسلسل الزمني، وهو الوصف الأنسب للحادثة أو للمشهد من خلال متابعته لأكثر من زمن. طبعاً الأدباء اعتادوا في التسلسل الزمني على أن يقوموا باللعب بأزمنة القصة أو الرواية، بحيث ممكن أن يبدأ الكاتب بالزمن الحالي
ممكن أن يقوم بعد ذلك بإعادة شريط الزمن إلى الوراء، أو ممكن أنه يقفز بنا إلى المستقبل، وهكذا على حسب الحادثة وعلى حسب المشهد يقوم الكاتب بتناول التسلسل الزمني. أيضاً من طرق ترتيب الوصف يوجد لدينا الابتداء بوصف الجزء الأكثر إثارة، ثم ما حوله حتى يكتمل الوصف. مثلاً لو طلبت منكم أن تصفوا بحيرة، منكم من سوف يقوم بوصف هذه البحيرة من حيث شدة صفائها، من حيث رقة مائها، من حيث عذوبتها، من حيث شدة زرقتها، وهكذا. كل واحد منكم سوف يتناولها من الجانب الذي يمثل له أكثر إثارة وتشويق، بعد ذلك يقوم بإكمال الوصف. إذن هذه هي طرق ترتيب الوصف كما عرفناها، من العام إلى الخاص وعكسه، من الخاص إلى العام، يليه حسب التسلسل المكاني، ويليه التسلسل الزمني، ثم الابتداء بالجزء الأكثر إثارة وتشويق. ننتقل بعد ذلك يا أعزائي وعزيزاتي إلى نشاطات التعلم. أولاً، لو قلت لكم لو أنك على مقعد طائرة وتريد أن تصف مشهداً عشت تفاصيله في ساعة ما، حلل ما سوف تصفه. طبعاً لاحظوا معي بأن الوصف هنا انقسم إلى قسمين، وصف حسي ووصف وجداني كما ذكرنا في بداية وصف المشاهد. الوصف الحسي ماذا تناول؟ المرئيات، المسموعات، المشمومات، والملموسات، والمذاقات، كما اتفقنا على ذلك من بداية هذه الحصة، وهو الذي يستند على الحواس الخمس. فالمرئيات، عندما أقول لكم صفوا لي الطائرة، ماذا تشاهدون في الطائرة؟ حتماً بعضكم سوف يقول نشاهد الأمتعة والركاب، المضيفون، القائد، كابتن الطائرة، أيضاً المسافرون، وهكذا. بالنسبة للمرئيات أيضاً قد يكون هناك ما تشاهدونه من الشاشات وما إلى ذلك. المسموعات، المسموعات طبعاً سوف نسمع محرك الطائرة، وسوف نستمع إلى الإرشادات، وسوف نستمع أيضاً إلى تعليمات القائد. بالنسبة للمشمومات، قد يكون هناك رائحة للعطور أو رائحة للأطعمة. بالنسبة للملموسات، قد تكون هناك الملموسات التي ممكن أنها تكون ملمس الصحف، أو ملمس المقاعد، أو الوسائد، أو ما إلى ذلك. المذاقات حتماً سوف تشمل المشروبات والأطعمة، المشروبات كالشاي والقهوة، والأطعمة كالمخبوزات. إذن هذه كلها تسمى الوصف الحسي، وسميت بذلك لأنها تندرج تحت الحواس الخمسة، وهي المرئيات، المسموعات، المشمومات، وكما ذكرنا الملموسات والمذاقات. بعد ذلك سوف ننتقل إلى القسم الآخر من الوصف، من وصف المشاهد، وهو الوصف الوجداني. إذا قلت لكم ما هي رغباتكم عندما تكونوا في مقعد الطائرة، منكم من يقول أتمنى أن أصل إلى أهلي سالماً، ومنكم من يقول أتمنى أن تنتهي هذه الرحلة على خير. بالنسبة لأفكاركم الطارئة، ما هي أفكاركم الطارئة التي تطرأ عليكم أثناء تواجدكم على مقاعد الطائرة؟ منكم من سوف يقول أن ترتفع الطائرة أكثر، أن تهبط الطائرة هبوطاً اضطرارياً، أن تواجه الطائرة مطبات هوائية، وما إلى ذلك من الأفكار الطارئة. حالتكم النفسية، إذا قلت لكم صفوا لي حالتكم النفسية على مقاعد الطائرة، طبعاً حتماً سوف تختلف إجاباتكم حيال ذلك. فالوصف الوجداني في مقعد الطائرة، وتحديداً لحالتكم النفسية، منكم من سوف يكون مكتئباً، منكم من سوف يكون خائفاً، منكم من سوف تتملكه الرهبة، ومنكم من سوف ينعم بالراحة والسكون والطمأنينة والهدوء.
إذن تعرفنا في هذا التدريب على وصف المشهد من ناحيتين، الوصف الحسي والوصف الوجداني. ننتقل بعد ذلك إلى التدريب الثاني، وهو لاحظ كيف يوظف الأدباء الصفات والتشبيهات لتصوير ما يريدون وصفه، وكيف يقومون بمزج الوصف الحسي والوجداني فيه. يقول أحمد حسن الزيات، وهو أديب مصري راحل: في ذات صباح من أصباح الربيع تيقظت، فإذا بي ألمح من النافذة بساط السماء الأزرق ممددا على سطوح المنازل المجاورة، وقد اشتعلت الشمس في حواشيه، وكانت العصافير الناشبة في الشبابيك تغرد وتسرف في التغريد، والأولاد في طبقات البيت يغنون ويلعبون. خرجت والفكر جذلان مشرق، أهيم في المدينة لا أعرف لي وجها ولا غاية، وكانت بسمات السرور تتألق في وجوه المارين، ونسمات السعادة تهتز في أجواء الربيع، وكأنما هبت على المدينة والطبيعة نفحة سارية من الحب. لاحظوا معي أعزائي وعزيزاتي، هناك ورد في النص العديد من التشبيهات والاستعارات، عندما قال الكاتب بساط السماء شبه السماء بالبساط. أيضا استخرجوا لي التشبيهات والاستعارات الواردة في هذا النص، عندما قال اشتعلت الشمس شبه الكاتب الشمس بالنار المشتعلة في لهيبها وشدة بريقها واتقادها وضوئها وحرارتها، وكذلك عندما قال الفكر جذلان مشرق جعل فكره فرح ومسرور وكذلك مشرق. أيضا عندما قال نسمات السعادة جسد لنا الكاتب السعادة في صورة مادية محسوسة، كذلك عندما قال تهتز الطبيعة شبه لنا الطبيعة بالأشجار التي تهتز بالريح أو بالرياح. ننتقل إلى الصفات الواردة في النص، عندما قال الكاتب الأزرق هذه صفة لبساط السماء، وعندما قال الناشبة هذه صفة للعصافير. استخرجوا لي الصفات الواردة في هذا النص. نعم، عندما قال المجاورة هذه صفة للسطوح، وعندما قال الاشتعال هذه صفة للشمس، وكذلك عندما قال مشرق وجذلان هاتان صفتان للفكر، وعندما قال أيضا سارية هذه صفة للنفحة. ننتقل أعزائي وعزيزاتي إلى التدريب الذي يليه، وهو لمصطفى المنفلوطي الذي قال نزلنا في الزورق وكانت الشمس في الأصيل، ثم ما لبثت أن هوت إلى مستقرها على أن ترسل من خلفها القمر إلى هذا الوجود ليقوم عنها بحراسته حتى تعود إليه، فأمعنا في البحيرة وكانت هادئة ساكنة كصفحة المرآة، وكان النسيم باردا رطبا يترقرق فيلامس الوجود بخفة، وقد سكن كل شيء إلا صوت قطرات الماء المنحدرة من المجاذيف إلى البحيرة ونقيق الضفادع من حين إلى حين، ثم هتك القمر ستر الظلام وأرسل أشعته الزرقاء إلى الزورق والبحيرة والشاطئ وما وراء ذلك، فكنا نرى على ضوئه بعض الأشجار كأنها أشباح متحركة، فلذ لنا هذا المنظر البديع وذلك السكون العميق وتلك الوحدة التي لا يكدرها مكدر، وتركنا الزورق يمشي بنا حيث شاء. ما هي الصفات والتشبيهات التي وردت في هذا النص؟ نعم، أحسنتم، عندما قال كصفحة المرآة جعل المرآة كالصفحة، وأيضا عندما قال هتك القمر ستر الظلام، وعندما قال أرسل أشعته الزرقاء،
وعندما قال كأنها أشباح متحركة، هذه صفات وتشبيهات وردت في النص حتى يقرب لنا الكاتب المعنى الذي يريد أن يقوم بإيصاله إلى أذهان القراء أو المستمعين. بالنسبة للمحسوسات والعواطف الموصوفة في هذا النص، من المحسوسات الموجودة في هذا النص عندما قال فأمعنا في البحيرة وكانت هادئة ساكنة، إذن هنا الكاتب يريد أن يصف لنا هذه البحيرة بأنها كانت هادئة ساكنة. وكذلك عندما قال هتك القمر ستر الظلام، وكأن القمر قد خرج وأزال هذا الظلام ونشر نوره على تلك البحيرة. وعندما قال السكون العميق، جعل السكون عميقا لا يكدر صفوه أي شيء. وكذلك عندما قال تلك الوحدة التي لا يكدرها مكدر، بمعنى أن هذه الوحدة لم يكدرها أي شيء، لذلك استرسل الكاتب في وصف هذا الهدوء وهذه السكينة التي ينعم بها. لاحظوا معي يا أعزائي في هذا النص كيف كانت طريقة الكاتب في الترتيب، هل كان من العام إلى الخاص أم من الخاص إلى العام أم تسلسلا مكانيا أم زمنيا؟ نعم أحسنتم، تسلسل زمني. لماذا تسلسل زمني أو ترتيبا زمنيا؟ لأنه بدأ بوصف الشمس في وقت الأصيل في وقت الغروب، فهذا ترتيب زمني عندما غابت الشمس واختفت وبدأ القمر وظهر وأرسل أشعته أو نوره الفضي على صفحة هذه البحيرة، فهذا يسمى ترتيبا زمنيا. بعد انتهائنا يا أعزائي وعزيزاتي من التدريبات سوف ننتقل الآن إلى الاستنتاج. نستنتج طريقة أو خطوات كتابة الوصف. أولاً أن نقوم بتأمل الموصوف جيداً ونحاول أن نلم بكل أجزائه، يعني عندما يتم تكليفكم بكتابة وصف أدبي لابد من لحظة التأمل، لابد أن نتأمل في هذا الموصوف وبعد ذلك نلم بكل أجزاء هذا الموضوع وتفصيلاته وأجزائه الصغيرة. بعد ذلك نقوم بتحليل أجزاء الموصوف الرئيسة إلى أجزاء فرعية. أيضا نقوم بتحديد الأشياء التي أثارت مشاعرنا وحركت عواطفنا في هذا الموضوع. بعد ذلك يأتي دور الخيال، ينبغي أن نطلق العنان لخيالنا وأن نفتش في الذاكرة عن الأشياء والصور المشابهة حتى نتخذها وسيلة للمقارنة أو للتشبيه كما ذكرنا في التدريبات السابقة للأدباء السابقين. بعد ذلك نقوم بتصميم مخطط لموضوعنا يحيط بكل الجزئيات والأفكار. بعد ذلك نقوم بالكتابة مراعين التدرج وفق طريقة الترتيب، وكما أسلفنا طريقة الترتيب قد تكون من العام إلى الخاص والعكس، وقد تكون ترتيبا مكانيا أو زمنيا أو بوصف الجزء الأكثر إثارة وتشويق، ولا بد أن تكون هذه الطريقة فيها مزج بين الوصف الوجداني والحسي كما ذكرنا. بعد ذلك ينبغي علينا أن نقوم بمراجعة هذا الوصف ونتأكد من اكتمال أركانه واتباعه طريقة مناسبة ومرتبة ومركزة على التصوير للتقرير، لأن هناك فرق بين التصوير والتقرير. التقرير هو الذي يكتب خالياً من المشاعر وخالياً من الأحاسيس وخالياً من بث الوصف الوجداني، ولكن كما ذكرنا التصوير يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الوصف الوجداني الممزوج بالوصف الحسي. إذن يا أعزائي وصلنا في نهاية هذا الدرس إلى
تعلمنا اليوم تحديد العناصر الرئيسة في وصف المشاهد، وكذلك التمييز بين طرق الوصف الأدبي، وكذلك وصف المشاهد وصفاً أدبياً جميلاً يجسد جوانبه الحسية والوجدانية. بالنسبة للعناصر الرئيسة في وصف المشاهد، ذكرنا منها العناصر وصف المشاهد عن طريق الحواس، وهي ما سميناه بالوصف الحسي، ووصف المشاهد عن طريق الوجدان، وهو ما سميناه بالوصف الوجداني أو الذي يتبع لخيال الأديب والكاتب. التمييز بين طرق الوصف الأدبي، ذكرنا يا أعزائي وعزيزاتي أن طرق الوصف الأدبي له 5 طرق، وهذه الطرق كما ذكرنا من العام إلى الخاص، أو من الخاص إلى العام، أو قلنا الترتيب المكاني أو الزمني، أو نبدأ بالشيء الأكثر إثارة وتشويق. المهمة الأدائية، ينبغي عليكم أن تختاروا موضوعاً مناسباً للوصف، وتحاولوا أن تجمعوا رصيداً من العبارات الأدبية حوله، وتصمموا مخططه في كراستكم، وقوموا بكتابته ثم قدموه لمعلميكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. محدثتكم أستاذة هدى عبد الله الشدادي.